بأي طريقة بدأ هذا اليوتيوبر نشر هذه المقاطع في بث مباشر؟ ولماذا تعمد تصدير أسرار البيوت على الهواء؟ وما الطريقة التي ضمن بها السيطرة على الآلاف من متابعيه؟ عمرو مسكون شاب سوري وصل سريعا إلى قلوب الآلاف من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. حساسية المحتوى الذي يقدمه ذلك الشاب جعلته الأكثر شهرة وربما الأكثر جدلا، لكنه يعتبر أن أي طريق إلى النجاح سيكون حتما محاطا بأزمات يحترف مسكون تجاوزها بطريقة سريعة. قبل ظهور عمرو إلى النور عبر قناته على يوتيوب ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، كان قد درس طبيعة المجتمعات العربية جيداً وأدرك تماماً أن وراء الجدران أسراراً لا يجوز التعرض لها بشكل مباشر، وإلا لن يكون له جمهور أو متابع واحد. ومن هنا قرر ذلك الشاب الاعتماد على الأسلوب غير المباشر في الوصول إلى جمهوره ومتابعيه. صحيح أن مسكون لم يتناول في المحتوى الذي يقدمه شأناً سياسياً، لكنه قدم مقاطع أشد جرأة من خلال تركيزه على الأساليب الحياتية اليومية في البيوت العربية، وذلك من خلال مقاطع كوميدية حاول تضمينها برسائل هادفة. واختار تقديم شخصية أم سوزان التي كانت سبباً في تطوير موهبته الفنية وقدرته على التمثيل وتقمص دور الشخصية التي يقدمها إلى حد كبير. لم يكتفي مسكون بتقديم المقاطع الكوميدية التي تلقى رواجاً للمشاهد السوري والعربي، بل إنه بدأ تطوير التفاعل مع قناته على يوتيوب إلى حد كبير من خلال تطوير تفاعلاته مع تعليقات وردود أفعال الجمهور، حتى وصل إلى أكبر عدد من المتابعين بعد أن حقق نسب مشاهدات مليونية. تجاوز عدد متابعي مسكون 1,000,000 متابع، وتم تصنيف قناته على يوتيوب باعتبارها من القنوات الأكثر جماهيرية وقبولا لدى المتابعين، والذين أدركوا أن المحتوى الذي يتم تقديمه وإن كان يحمل طابعا كوميديا إلا أنه أبدا لم يتناول أسرار البيوت الشخصية، وإنما تناول أسرارا أخرى تتعلق بالعادات والتقاليد والمشاكل الاجتماعية، وأنسب الطرق المرنة لحلها وتجاوزها سريعاً بدلاً من تركها تتصاعد وتستهدف استقرار الأسر السورية. بعد نسب النجاح العالية التي حققها مسكون، تم منحه درع اليوتيوب والذي استحقه الشاب السوري عن جدارة بتحقيق المحتوى الهادف ونسب المشاهدات العالية. لكن مسكون يعتبر متابعيه السوريين والعرب هم الأحق بالتكريم، حيث كانوا هم الجمهور الحقيقي الصادق في حبه للمحتوى الهادف وساهم تلقائيا في ترويجه. ورغم رواج المحتوى الذي وصل به مسكون إلى السوريين، إلا أنه أثار جدلا بين المتابعين بظهوره في هيئة سيدة مرة ترتدي الحجاب ومرة تجلس مثل هيئة السيدات ويتحدث في مكالمات مصطنعة باللهجة السورية ليجذب ملايين المتابعين. ولم يكتفي مسكون بمسألة مقاطع الفيديو القصيرة، بل قرر تقديم مسلسل كوميدي من حلقات متعددة. مسكون خلف جميع القائمين على صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب بعد أن تعمد تقديم مقاطع مطولة رغم تحفظات الخبراء في ذلك المجال على تلك المقاطع التي تؤثر على معدل جاذبية المحتوى واستمرار الجمهور معه.